وللمزيد من المتابعة والتحليل لهذه الزيارة وأبعادها معنا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أهلا بك معنا أستاذ جمال. بداية، ما عنوانك الرئيس لهذه الزيارة في توقيتها وأجندتها؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. يعني العنوان الأبرز أن العلاقات المصرية الهندية علاقات قديمة وراسخة، وأيضا تشهد تطور ملحوظ عقب عام 2014 بالتحديد، وهذا الزخم انطبع على جودة العلاقات سواء الاقتصادية أو حتى السياسية أو مختلف المجالات. بنتحدث عن علاقات ممتدة ولأكثر من 75 عام من العلاقات المتميزة للغاية والمستقرة أيضا. ويمكن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الثالثة للهند الآن، بتؤكد أن الدولة المصرية أيضا لديها إرادة قوية لتعزيز علاقاتها مع الهند، وأيضا الهند لديها نفس الإرادة لتحسين وتعزيز العلاقات المصرية الهندية. الأرقام في الحقيقة ولغة الأرقام خير دليل على جودة هذه العلاقات. بنتكلم على أكثر من 7 مليارات دولارات من التجارة البينية. الجيد أيضا أن ميزان التبادل التجاري معتدل، الصادرات المصرية للهند بتتجاوز 3 مليارات دولار. إذا هناك ميزان تجاري أيضا معتدل. بنتكلم على أكثر من 50 شركة كبيرة من الهند بتستثمر في الداخل المصري. بنتكلم على مجالات متنوعة سواء المجالات الخاصة بالتصنيع وأيضا الزراعة أو الصناعات الدوائية والتكنولوجية وغيرها من الأمور. أيضا حتى على الصعيد الثقافي، ويمكن يعني هناك تقرير مميز نشرته وسائل الإعلام الهندية أمس يتحدث عن إن كيف كانت بوليوود جسرا مهما جدا للتواصل ما بين مصر وما بين الهند، وكيف إن الثقافات الهندية والمصرية لديهم روابط مشتركة. وفي الحقيقة إن من يرصد الترحيب الموجود الآن في هذه الزيارة سواء عبر وسائل الإعلام الهندية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى التغريدة التي أطلقها رئيس الوزراء الهندي منذ قليل ووصف هذه الزيارة بالزيارة التاريخية، من يرصد كل هذا الاحتفاء بزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك تمام الإدراك قيمة مصر الحقيقية أمام المجتمع الدولي بشكل عام. طيب أستاذ جمال، إلى أي مدى يمكن البناء على هذه الخلفية التاريخية والثقافية والسياسية والاقتصادية بين البلدين للعمل على مواجهة التحديات الحالية؟ العالم كله يتحدى حرب روسية أوكرانية، العالم كله يتحدى ظروف اقتصادية صعبة. إلى أي مدى أنت تنتظر تعاون اقتصادي مرتقب بين البلدين على خلفية هذه الزيارة؟ يمكن بالتأكيد العنصر التاريخي والثقافي والحضاري مهم جدا، ويمكن إشارة حضرتك لهذه النقطة بالغة الأهمية، لأن ما كان يتم الترويج له من فكرة صدام الحضارات، أعتقد أن الحضارات القديمة والراسخة الآن بتصنع ما يمكن أن نسميه ائتلاف الحضارات. حينما تتآلف هذه الحضارات الآن الكبيرة والراسخة في التاريخ زي الحضارة المصرية أو الحضارة الهندية، أعتقد أن هم الآن بيكونوا شراكات مهمة للغاية بتفيد الدولتين. وبالتالي حينما تتلاقى هذه الحضارات الآن وتتراقى هذه الثقافات المهمة جدا، بالتأكيد سوف يكون هناك مخرج قوي جدا. وإدراك الدولة المصرية والدولة الهندية وغيرهم من الشركاء أن الوقت الراهن في ظل هذه المتغيرات الدولية يحتاج إلى هذه الرؤى المتقاربة. يجب أن نرى نقاط الاتفاق، لا يجب أن نرى نقاط الاختلاف فقط. علينا أن نحدث نوع من أنواع ائتلاف الحضارات ونبني على هذا ونمضي نحو تعاون حقيقي ينقذ ما يمكن إنقاذه، لأن العالم يواجه الكثير من التحديات. صحيح. سواء على صعيد الأمن الغذائي أو الأمن الطاقة أو الوضع الاقتصادي بشكل عام. وبالتالي حينما فكرتك يكون... نعم أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، أشكرك جزيل الشكر.